عشان نطمن على بعثتنا وفريقنا. عمر اهلا بيك. يا كابتن ميدو برحب بحضرتك وبرحب كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب بالاستاذ ممدوح. وطبعا يعني زي ما حضرتك قلت احنا بنطمن على بعثه النادي الاهلي بعد المباراه قويه وديه، المباراه الثانيه للنادي الاهلي في المعسكر التدريبي استعدادا لنهايه الموسم الحالي وبدايه الموسم القادم، مباراه امام فريق نيوبورت كاونتي، فريق انجليزي احد فرق الدرجه الرابعه، فريق محترم، فريق قوي. لكن النادي الاهلي عمل مباراه تكتيكيه عاليه جدا، مستر مارتن اسارتي قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه، الحمل التدريبي، الحمل البدني، ان هو يجرب اكتر من عنصر في المباراه ويطمن على كل اللعيبه اللي كانت موجوده. كابتن ميدو بدا بتشكيل، طبعا مستر مارتن اسارتي بدا بتشكيل، بعد كده عمل شويه تغييرات في الشوط الثاني وبين الشوطين، واستبعد او كان في استبعاد لبعض اللعيبه علشان يتم توزيع الاحمال على اللعيبه كلها، سواء لعبه الماتش اللي فات الشوط الاول او الشوط الثاني وكمان المباراه الحاليه. حضرتك عارف ان طبعا جيرالدو حتى بالرغم من انه وصل لكنه لم يشارك في المباراه بسبب يعني قله الايام، او وصل من ايام قليله جدا، وبالتالي مش عايز مستر مارتن اسارتي يدفع بيه في المباراه الحاليه. الدوليين ان شاء الله يا كابتن ميدو يوم السبت هيجوا ان شاء الله، يكونوا موجودين هنا في اسبانيا علشان يستعدوا مع النادي الاهلي لاخر مباراه وديه اللي هتكون ان شاء الله يوم الاثنين القادم. الامور كلها على ما يرام، كل حاجه كابتن ميدو حضرتك عارف لعيب كوره وعارف ان المعسكر بيكون فيه شويه مقومات تنجحك، هنا في كل شيء ينجح المعسكر، من اقامه، من يعني استشفاء، من ملاعب تدريبيه، كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها موجوده هنا في اسبانيا في معسكر النادي الاهلي. الالتزام يعني بسم الله ما شاء الله، كل اللعيبه ملتزمه، كل اللعيبه عندها هدف واحد ان هو عايز يثبت نفسه للمدير الفني علشان يقول له ان انا موجود، ومن خلال مستر مارتن اسارتي يقدر ان هو يشارك في اهم لقاءين للنادي الاهلي في الموسم الحالي، هم لقاء المقاولون العرب ولقاء نادي الزمالك يا كابتن. اكيد يا عمر، يعني برضو عشان ندي للساده المشاهدين فكره، هيشوفوا طبعا المباراه بعد انتهاء الهوا هنكون مسجلينها معاكم، لكن ادينا انطباع وانت شايف المباراه، كان ايه الفكر اللي عايز يطبقه مستر مارتن اسارتي، او ايه الهدف اللي عايز يطلع بيه من هذه المباراه الوديه؟ مستر مارتن اسارتي اولا طبعا الفريق الانجليزي فريق قوي يا كابتن ميدو، فريق قوي عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، يعني عندهم جثمان قوي، وبالتالي مستر مارتن اسارتي كان مركز على حاجه كلنا هنشوفها في المباراه زي ما انا قلت هتتذاع على قناه الاهلي، انه ضغط ضغط ضغط، كلمه كان دايما بيقولها لما الكوره تبقى موجوده على اي كورنر من الكرانر، يعني موجوده في ناحيه اليمين لفريق نيوبورت، ناحيه الشمال في نص الملعب، مركز على الضغط. واضح جدا ان هو يعني كل الفكر اللي موجود ان هو عايز يضغط على اللعيبه علشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يقدر يلعب اللعب بتاعه، وده الفكر اللي كان عايز يطبقه. زائد طبعا يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، الاستحواذ على كره القدم والتدوير، يعني دايما لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت بتستحوذ على الكوره وكانت بتعمل عمليه تدوير للكوره في الملعب سواء في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، وهنشوف المباراه والمشاهدين هيشوفوا القوه اللي كانت موجوده في الفريق الانجليزي، والمباراه كانت متوقفه بعض الشيء في الشوط الثاني بسبب بعض الاحداث اللي يعني الدخول العنيف من لعيبه نيوبورت كاونتي على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حاجه نخاف عليها، لكن زي ما بقول لحضرتك الضغط والاستحواذ على الكوره وفي نفس الوقت تدوير الكوره في الملعب كله، ده كان من اهم الثلاث نقاط اللي مستر مارتن اسارتي كان بيعتمد عليهم. وفي نفس الوقت طبعا يعني اداء يعني انا شايف حضرتك هتشوف ان يعني ان شاء الله يعني هيكون في رضا كبير، وكمان يوم الاثنين دي هتكون اخر مباراه علشان يرجعوا الى القاهره او نرجع الى القاهره ويكون الامور كلها مستقره والامور كلها بخير، وان الراجل عايز يرجع من اسبانيا يا كابتن ميدو وهو عنده اختيارات كثيره جدا بالنسبه له، ويبقى راجل محتار مش عارف هيلاعب مين ولا مين ولا مين، لكن كل اللعيبه يا كابتن ميدو بصراحه كلهم عندهم رغبه قتاليه ان هم يكونوا موجودين وان هم يثبتوا للراجل ان هم كلهم احسن من بعض، وده زي ما حضرتك عارف ان هو في مصلحه النادي الاهلي وجماهيره اللي منتظرين ان شاء الله المباراه المقاولون ومباراه الزمالك علشان نحسم لقب بطوله الدوري العام باذن الله. يعني مش هنحرق الهدف، لكن احمد الشيخ جاب هدف من اهدافه الرائعه.
انا كابتن بقى بص يعني مش نحرق حاجات كتير عشان الناس تتفرج، مش عايزين نحرق الهدف. يمكن استنوا الهدف يا جماعه، هدف جميل قوي بصراحه. احمد الشيخ حصلت حاجه طريفه يا كابتن ميدو، ان حصلت كده مشاده، ان حمدي فتحي دخل جامد على لعيب في نيو بول، فالحكم جري جري وراح ما طردش حمدي فتحي، راح طرد احمد الشيخ. احمد الشيخ انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي اللي طرد. باعوا في ثانيه. يقول لي نعم يا كابتن؟ باعوا في ثانيه. ما انا وبعدين في حاجه بقى، احمد الشيخ قال لي عمر يعني بص، هو الكابتن اللي الناس كلهم من ان انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي هو اللي دخل على الكوره جامد، انا بس واحد بتفرج والحكم راح مديني كارت احمر. قلت له ما تقلقش انا موصل للناس، وانت كده كده في الاعاده ان شاء الله الناس كلها تعرف. لكن يا كابتن في الاول وفي الاخر مباراه وديه، مباراه جميله، كان فيها بعض الاحتكاكات الخفيفه كده، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي اخذ الاستفاده أكيد اللي هو عايزه منها، يعني جهد بدني رهيب مبذر من اللعيبه. تخيل يا كابتن ميدو النهارده الصبح كان في تدريبات، بعد الظهر عندهم ماتشات، حتى اللعيبه المستبعده رمضان وحسين وجيرالدو واجاي كله كان في الجيم مع حسين عبد الدايم، علشان الكل يكون عنده نفس الحمل التدريبي، اللي بيلعب واللي مش بيلعب واللي موجود على المقاعد المتلاشيه. اكيد اكيد. قول لي بقى، نطلع شويه كده يعني، نطلع الناس بره شويه الكوره، مين بطل البلاي ستيشن عندك؟ لا ده احنا كابتن ده في عندنا ماراثونات، انا سامع وعارف. تنس الطاوله مش ممكن، رمضان صبحي مكتسح، رمضان صبحي رهيب بسم الله ما شاء الله، يعني هو حسام عاشور يفضلوا يلعبوا لحد، كنت اقول لك ده حسام هو اللي كان مكتسح قبل كده. لا دلوقتي خلاص بقى رمضان صبحي جالهم، فالدنيا بالنسبه له صعبه. والشيخ احمد الشيخ في البلاي ستيشن رهيب، احمد فتحي بيلعب بلاي ستيشن. طب وشريف اكرامي ايه في رامي ربيعه؟ كلهم بصراحه يعني، حتى جاييه وجيرالدو بيلعبوا تنس طاوله مع اللعيبه كلها، لكن تنس طاوله هي اللي واخده كابتن الايه الجانب الاكبر. حضرتك عارف ان تنس طاوله دي يعني هو لعيب أيوة كوره لازم يلعب بالتنس طاوله، ما ينفعش يلعب بلاي ستيشن. يعني باسم علي برده رهيب، باسم علي في البينج بونج يعني برده بيكتسح من اللعيبه اللي ممكن ايه يوصلوا لنهائيات طوكيو 2020 في البينج بونج. طب يا عمر، انا مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله مفيده. نعم يا كابتن، مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله، لا بلاي ستيشن عمر ربيع ياسين ولا بينج بونج عمر ربيع ياسين. لا يا كابتن مفيش يا كابتن، انا غلبان يا كابتن، اخش وسطيهم ياكلوني على طول. حضرتك عارف لعيبه الكوره ما بتسترش يا كابتن، فالواحد ايه يعني يقضي الكام يوم دول يا كابتن ميدو كده على خير، ينقل الاحداث ويحاول كده ان هو يسجل مع اللعيبه. لكن تنس طاوله وبينج بونج والحاجات دي، الحاجه الوحيده اللي لعبتها يا كابتن هي الطايره بالرجل مع كابتن سامح حفيظ، ويا ريتني ما لعبتش. ويا ريتنا يا كابتن ميدو ما لعبتش. جامدين جدا، جامدين جدا طبعا. لا وحضرتك بص هتلاقي كل حاجه عندك دلوقتي يا كابتن مسجله، يعني لو فضحونا يا كابتن قول لهم بلاش. لا كله هنشوفه، كله هنشوفه، هنوري الناس بقى مستواك الحقيقي. لا كل التوفيق ليك يا عمر، وان شاء الله يكون معسكر يعني يؤتي بثماره، وكل التوفيق ليك، وحشتنا جدا، واكيد يعني المشاهدين انت وحشهم جدا، ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه، وان شاء الله الاهلي يعمل معسكر يكون ناجح جدا. عمر ربيع ياسين زميل عزيز، شكرا جدا ليك.